طبعا الحلو بلبنان كل يوم سبت مثل هالموعد بنحكي عن البيئة في لبنان. ووقت نحكي عن البيئة شو في أحلى من الأرز إنه نحكي عنه، والأرز اللبنانية الشامخة يلي دايما رافعتنا ونحن رافعينها كمان وإن شاء الله منضلنا رافعينها، واللي هي دايما المجسم الموجود على العلم اللبناني اللي بنفتخر فيه. الأرز اللبناني المعمر، الأرز اللبناني اللي بيعطي الهواء نظيف، الأرز اللبناني يلي بيمثل لبنان وين ما رحتوا بيعرفوا لبنان من هالأرز هيدي. طبعا عدة محميات من الأرز موجودة بلبنان، وكتار منهم طبعا سياحيا عم بيتم الاهتمام فيهم وكتار لا، وبتمنى يصير الاهتمام بكل هالمحميات وكل الأحراج الأرز. زرع 1000 أرز بمحمية أرز الشوف، هالمحمية الرائعة اللي أنا زرتها وشفت أمجاد ربنا موجودة فيها، وشفت هالمنظر الرائع اللي موجود، وشفت هالجبال الرائعة اللي موجودة، والمساحات الحلوة اللي بتمتد على أكثر من 20 بلدة، يعني 22 بلدة تقريبا محمية أرز أشوف تمتد عليها، وآلاف 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 من الأشجار الصغيرة والكبيرة، رح نعرف أكثر تفاصيل عنها. تم زرع 1000 أرز بمحمية أرز أشوف بمناسبة اليوبيل الماسي للاستقلال 75 للبنان، بمشاركة ما بيزيد عن 500 كشفي وناشط بيئي وعسكري ومحب للمحمية وبلديات وممثل لقائد الجيش طبعا، وتحية لهالمؤسسة العريقة. وجرى النشاط بالتزامن مع 14 موقع بكل أنحاء لبنان اللي شهد على 7500 غرسة. الحلو بلبنان. ضيفي بالستوديو عمر أبي علي، منسق السياحة البيئية بمحمية أرز الشوف، أهلا وسهلا فيك. شكرا جزيلا. تحية لهالمنطقة محمية أرز الشوف، وتحية لهاللوحة الرائعة اللي موجودة فوق، وطبعا هيدا بيعود لاهتمام كمية ومجموعة من الأشخاص اللي عم بيعيروا اهتمامهم قد ما بيقدروا مع الميزانية اللي موجودة اللي هي يمكن بيتطلب أكثر وأكثر للمحافظة وللتطور الأكبر. خلينا نحكي شوي هيك، أنا طلعت وشفت مشهد حلو، شفت سيك الغريب، يعني دورة غريبة كيف بتعيش الشجرة، كيف بيعيشوا الحشرات، الحشرات المنيحة والمضرة مطلوبة، الشجرة الخضرة والجزع اليابس مطلوب، يعني هالقصص اللي أنا ما كنت أعرف فيها، النبات والحشائش اللي موجودة على الأرض كلهم كل واحد له دوره، كل نبتة له دورة لحماية حتى شجر الأرز، يعني سبحان الله شو موجود على هالأرض من قصص حلوة. أول شيء خلينا نحكي بطريقتك أنت عايش فيها وعايش بقلبها، مساحتها شو بتتضمن، كم شجرة، كل هالأمور هيدي اللي ممكن نعرفها عنها. محمية أرز الشوف هي بتشكل 5% من مساحة لبنان، مع المحيط الحيوي تبعها اللي أقرته اليونسكو سنة 2006. نعم. بتبلش من نيحة جنوبا وصولا إلى عندارة شمالا، فيهم الزوار يزوروها من خلال 4 مداخل رئيسية ومدخل نيحة اللي بيميزه في قلعة الأمير فخر الدين. نعم. في عنا كمان مدخل معاصر الشوف، غابة أرز معمرة يعود عمرها لفوق 3000 سنة، وتحكى الروايات انه هيكل سليمان بفلسطين كمان بتم بنائه من خشب ارز المعاصر. نعم. في عندنا الباروك فيها غابه كتير كبيره ومميزه ومعمره، ومور اوفر فيها موقع الارز الخالد، هي كل مواطن لبناني في يتبنى ارزي باسمه او يهديها للمين بحب، ونحن بنهتم له فيها، وبينزل بلاك على الارزي باسمه، بياخد الشادي فيها، بتخوله يفوت على مداخل محميه ارز شوف فور فري على مدار السنه. نعم. وفي عندنا مدخل ارز عين سحالته بمهري، مدخل أرز عين سحالته بمهري هو في تنوع بيولوجي ونباتي كتير كبير، ومور أوفر فينا نبلش من نقطة 1200 متر لنوصل لقريب 1950 متر نقطة رأس الجبل، منشوف منها بانوراميك فيو سهل البقاع اللي هي بتميز مثل السجادة العجمية من قلو طبعا. نحن فهي هيدي المداخل، يعني اذا بتطلع بتشوفها من فوق بتحس في شيء يعني هيك منظر ولون ما ممكن تشوفه غير مطرح. بدي اقول لك شغله عمر، يعني وقت نحكي نحن 4 مداخل بعده مناطق، ولكن الاسم الرسمي هو محميه ارز شوف. محميه ارز شوف يعني هي كل المناطق 70% منها بالشوف و30% بالبقاع الغربي. بالبقاع الغربي هذا اللي انا عم بقوله، يعني 30% في بقاع غربي، ولكن متفق انه خلاص هي اسمها محميه ارز شوف. طيب هلا عم بيهتم بالاربع مداخل، هل عم بنفس الطريقه بنفس الاسلوب بنفس المستوى؟ الزوار كلهم بيروحوا بيوصلوا، كل مدخل له منسق خاص فيه. نعم. وفي تحت منه جايدز، جوجل جايدز، هو الشباب مدربين بيحكوا كذا لغه، يعني يوصل الزائر اي لغه بيختارها نقدر نحن بيمشي لوكال جايد عنده خبره كتير كبيره عن الارز وعن الاماكن الموجوده هونيك، بيمشي مع الزوار وبيشرح لهم. طبعا الهدف الرئيسي عندنا
انه ما يفل الزائر الا ما ياخد معلومه قيمه عن الارز وعن المحميه وكيف الاداره تبعول هيدا. هيدا لمسناه فلينا مع درس عظيم ودرس يعني عن جد الواحد بحب انه يعرفه. بالنسبه للارز وفوائدها والنبات اللي موجود تحتها وفوائده، عندك فكره هيك تقول للمشاهدين؟ بدي اطرق شوي. نحن الارز ليش بنقول ارز اللبناني السيدرس اللبناني؟ عندنا اربع انواع من الارز بالعالم، هني عندنا الأطلانتيكا اللي هو المتوسطي من كله بيعيش بالمغرب والجزائر، في عندنا ديودارا بيعيش بالهند وأفغانستان وجبال الهيمالايا، وبريفو فيليا بيعيش بقبرص، والسيدروس اللبناني اللي هو موجود بلبنان، وطبعا صار في منه كذا محل، في منه بتركيا، في منه كذا دولة بالعالم، بس هو الأساس هو لبنان. اللي بيميز السيدروس اللبناني اللي هو الأرز اللبناني عن بقية الأرز صلابة خشبه والأبريات تبعه. يعني انت وين ما تروح بالعالم تشوف ارز وبريتها خضراء هي بتكون ارز لبناني. طبعا شكل بيختلف ليه، لانه نحن بلبنان بس نزرع الارز بتبلش كل ما تقدر عم تضخ مي على الراس بتضلها تعطي، بتضلها تطول، توصل لمرحله ما بيعود بيموت الملك تبعه للراس، بتصير تعرض بتحاول تعمل راس جديد ما بتقدر، بتصير تروح بالعرض، بتعطي هيدا الشكل الحلو الموجود على العلم اللبناني. بس هيدا شكل ميزنا عن يعني هيدا المطلوب يعني. ومور اوفر كمان عندك الكوز تبع الارز اللبناني، عندنا الارز اللبنانيه بتكون عم تعطي ذكر بس تكون بس تبلش بحياتها، يعني تكون نتجت شوي لتبلش تعطي ميل ان في ميل ذكر وانثى على ديت الارز، بيكون عمره فوق الأربعين سنه لتعطي في ميل. البولن تبعول الميل بيطيروا بلقحوا في ميل عبر السنجاب عبر العصفور عبر النحله عبر الهواء بلقحوا في ميل، والميل بيموت. الفيميل بيضلوا 3 سنين ليكتمل، يعني بمر بكذا مرحله 3 سنين ليكتمل هيدا الكارز. بنوفمبر هو هيدا الشهر اجمالا بيفتحوا الكواز اللي هن صاروا بني غامق، صاروا بلغوا صاروا من 3 سنين، بيفتحوا وبيوقعوا هالبذر على الارض او بينقلهم السنجاب من محل لمحل بغي تخبي منتو للشتاء، بيوقعوا على الارض بيجي الثلج لانه الارز طبعا بيعيش بمناطق مرتفعه وبيجي ثلج كثير فيها، بينزل هيدا البذر بالارض، بس تيجي اول الربيعيه وتدب الحراره ببلش ينبت. هيدي عندنا بمحميه ارز الشوف كثير بنشوفها لانه في تكاثر طبيعي للارز. شفنا هالكميات، بس هالكميات بيسوى تضلها؟ مش كل اكيد، نحن بطريقه شغلنا بالمحميه اي خشبه بتوقع بنتركها للمحميه، اي عشبه بتطلع طبعا بتكون طبعا ضمن النطاق الحيوي مش شيء دخيل، لانه ما بنفوت شيء دخيل على المحميه، نترك المحميه تتصرف بطبيعتها، بس العالم تقدر تفوت تمشي بالتريلز، ممنوع تطلع برات التريلز ضمن تريلز محدده يقدروا يمشوا عليهم. هيدا الشيء بيضلوا في بالانس، نحن مش عم نحط ايدنا بالمحميه، بيكون في الحشرات المنيحه والحشرات المش منيحه، بنضلنا محافظين على صحه وحياه هيدي المحميه بطبيعتنا. طبعا يعني احنا شفنا قد ايه الخشب اليابس اللي نازل من الارز باقي هونيك ليكون بيوت للحشرات المش منيحه ليضلوا تحته ما يطلعوا لفوق على الشجره، صحيح؟ لا هي مش ضروري انه تكون هيك، بس هي كمان هيدي ممكن هيدا الخشب اليابس يكون يعمل حشرات مفيده كمان، بس اذا كثرت الحشرات المنيحه كثير كمان بتضر، وكثرت الحشرات المش منيحه كثير بتضر كمان بتضر، بده يكون يعني في مثل بكتيريا بالجسم، بكتيريا الجيده وبكتيريا العطله، يعني نفس الشيء. يعني نحكي تم اخر مشروع نحكي عنه على السريع، اعلاميين شاركوا وصحافه شاركت، وتم غرس اكثر من 1000 شجره ارز بمحميه ارز الشوف على بمعاصر الشوف على نقطه مرتفعه جدا تقريبا 1800 متر. يعني وقت نحكي غرس شجرات صغار كانوا غرس شجرات شطور، بس انتم بحاجه لشجرات صغار للغرس لانه في عم ينزل قديش كويز خلال السنه وعم يرجعوا بالليل في محل اليوم بالتغير المناخي اللي صار صار الارز تحسه يعيش على مناطق اعلى شوي، يعني صرنا نقدر نشوف الارز على 1800 متر، فصرنا نزيد نحن مناطق التحريش، لانه في مناطق بمحميه ارز الشوف قلت لك كبيره كثير، مع انه بتشكل محميه ارز الشوف 30% من الارز اللبناني الموجود بلبنان ككل، رغم كل المحميات هي بتحتل 30% من هيدا الارز. فنحن بنزيد هيدي الشتول بالمناطق اللي مش موجود فيها شتل، مش بالمناطق اللي بهر كويز وهيك، بنزيدهم لعلى امل انه نزيد المساحات الخضراء من الارز ونطلع على ارتفاع. بس انا كمان مقصدي ما جاوبتني عليها، وقت ينزل كميات كبيره من الكويز الصنوبر الموجود بالكويز ويرجع يفرخ، فرخ كميه كبيره من الشجره، هل بيضر الشجره؟ لا ما بيضر، لانه بتصير حرب الحياه،
يعني اللي بتصير أيها أقوى بتطلع وبتكبر بتطلع وبدها تكون شايف الشمس يعني نزلوا نعم. كلهم تحت أرز كتير كبيرة نعم. يعني عمره فوق 500 سنة ما رح يقدروا يطلعوا ما نعم. يعني بيطلعوا شوي وبيموتوا. هل خطرة تنزرع شجرة الأرز قريبة من بيت ممكن تخلي الأساساته لأنه شروشها بتمتد ولا لا مش مثل بلا شروش نعم. الأرز بتمتد بتروح بالعرض نعم. بس إنه في يوم العالم تزرعها بطريقة بتبعد تقريبا 6 أمتار عن البيت وبتزرعها 6 أمتار يعني الأرز لنوصل لمرحلة إنه تقدر تعمل هاي الأرز بدها فوقات كتير لتكبر إن الأرز اللي عمرها 3 سنين بمحمية أزجوف بتشوفها قد هيك بعدها نعم. هلا نحن بس زرع والشباب نرجع شوي على الزرع لأنه عم نعم. نشوف الفيديو سوا أي. أشارك بقيادة الجيش كانت حابة تعمل هيدا النهار نهار تاريخي بلبنان وتدعي الشعب اللبناني يطلع يزرع الأرز. هو تزامنا معكم كان في بعدد مناطق بلبنان غرس ما يقارب 7500 شجرة كل محمية حسب شو عنده نعم. يعني نحن زرعنا أرز لأنه بعيش عندنا الأرز في محميات نعم. تاني لا بزرعوا أنواع تاني أوكي. فندعى الشعب يعني كان دعوة مفتوحة طلعوا قاموا بغرس أكثر من 1000 شجرة أرز. نحن كنا عاملين بحش معينة نعم. ليشكوا الأرزات فيها وعلمنا الناس كيف نزرع هيدي الارز ومور اوفر زرعنا ارز باسم قياده الجيش كمان على نعم. التل اللي فوق. هلا نحن النكست ستيب هول الارزات اللي يعيشوا ونهتم فيهم بس يصير هلا الزرع الثاني ونحن بدنا نسميه بنعمل له شارب للارز نعم. يعني لان المي بس تنزل لتقدر تعبي وتسقي هيدي الارز كل محل وكل الارز مزروعه نعمل بطريقه هيكي سقي لتنزل المي. انا على فكره زرع بمنطقه بشوف ورهانيه والورهانيه مزبوط ورهانيه زرعت ارزي باسمي كمان من فتره تحيه لهالبلديه اللي استضافتنا كمان سمحت لنا هالفرصه نكون في عندنا ارزي باسمنا. يعني طبعا اللي عم نشوفه قدامنا بيرفع الراس. هل يجب الاهتمام بهول الغرسات لانه مزروعين حديثا ولا؟ اكيد اكيد يجب الاهتمام فيهم. يعني مثل ما بتشوف انت هلا بس يزرعوها عم يحطوا لها حجار من حواليها نعم. عم يعملوا لها شوارب لتجمع المي واحيانا بفصل الصيف اذا كنا حسينا الارز كثير كمرينا بجفف مثل ما صار معنا السنه الماضيه يعني بعد شروش شفايشي ما نزل بالضبط ما نزل نعم. ثلج كثير نعم. اضطرينا نسقي اغلب الغرس الموجود. الغرس الجديد بده سقايه لانه يعني وقت تكون عم تكون في ثلج كثير انه بيكون تحت لا بينطم هو بينطم يعني ثلج فوق بيجي تقريبا اذا اجى ثلج منيح لازم يكون فوق 3 امتار وما بياثر على شيء ما بياثر ابدا. ثلج اكثر شجره بتتحمل قساوه الطقس وبالعكس مش بتتحمل هي بتحب يكون في هذا. انا بدي اتشكرك طبعا عمر على المعلومات الحلوه وبالتوفيق لكل نشاطاتكم محمية أرز الشوف. بدي اعطي شغله بس نعم. نحن اليوم كمان في مدير المحميه الله يوجه له الخير بجهوده اللي عم بتصير نعم. نحن وصلنا لهون هلا هو بمصر ومحميه أرز الشوف حتنعلن على الجرين ليست بالعالم كله نعم. بتصير محمية على الجرين ليست معلنة يعني فنوصلنا لهون كتر خير الله إن شاء الله نضلنا بهالعزم ونضلنا نعم. محافظين يعني بدي أقول لك هي مش كلمة تقال لأنه أنا من لبنان أو أنا لأنه لبناني يعني هالمحمية بالفعل بتبيض الوجه لأنه الاهتمام فيها رائع. يعطيكم ألف عافية يا شبيبة أهل الشوف لأنه بالفعل أدى وقدود انتو سبحان الله يعني هالمنظر الرائع والحلو إن شاء الله بيضل محافظين عليه ونقدر نزيده أكتر وأكتر. أنت بتعرف أنه كمان في أرز ببعلبك؟ ببعلبك؟ بكون مزروع الأرز فيك تزرع وين ما كان فيك تزرع أرز على ارتفاع 500 متر بس ما بتعيش لفترة طويلة انا عم امزح معك بس بدي اقول لك انه هاي ارزه من ارزات معلبك معنا بعالم الصباح هروح لعنده هلا شاف حسين اوكي صباح الخير من جديد لكل المشاهدين. لكن باول فقره مشاهدينا من فقرات رشه ملح حضرنا انا وياكم البسبوسه بالبردقان. البسبوسه بالبردقان طبعا عجينه البسبوسه صارت بالفرن على حرارة 180 وتركين البسبوسة لحتى تستوي. خلينا نروح على الغاز نشوف شو في عنا على الغاز. هون في عنا سودة طبعا خلال الأسئلة اللي بتبعتولنا إياها على الواتساب إجينا سؤال سودة شو أفضل طريقة لحتى ما تزنخ وتستوي عنا. سودة أنا هون عم بسلقها نص سلقة مثل ما عم بتشوفوا في بقلبها مواد معطرة. رح أسلق السودة ورح أرجع أقليها للسودة مع المواد المعطرة. طبعا رح نحط معها فليفلة واليوم السودة محضرينا بطريقة مختلفة بالكريمة. هون في عندي رز أبيض مفلفل للستروغانوف. طيب هلأ شو رح أعمل؟ هلأ رح جيب جاط بهيدا الجاط ورح استعين بالمبرشة لكن رح أقلي أيضا بطاطا للستروغانوف. طيب
رح ابرش البطاطا ورح احط كمان. طيب خلينا انا وياكم بهالوقت لنكسب وقت على الهواء، رح جيب ايضا قلايه او طنجره حسب ما بيكون متواجد عندكم. بهيدي الطنجره مشاهدينا رح احط زيت زيتون ورح احط كمان مواد دهنيه اللي هي الزبده، لكن حطينا من زيت الزيتون وحطينا من الزبده. طبعا هون نحن شو عم نحضر؟ عم نحضر الباستا بالكريمه والجبنه لحلقتنا لليوم. انا رح خلي الزبده تاخذ شويه لون على النار ورح ضيف لها الثوم والبصل واتركهم على جنب لاخر فقره، حضرهم لاخر فقرتين من فقرات رشه ملح. حضر الباستا، نحضر الاستروغانوف. الاستروغانوف مشاهدينا رح اجي احط بابريكا، رح احط فلفل ابيض، رح احط طحين ورح قلي كمان اللحمه، هاي لحمه فيليه. رح احضر لحمه الفيليه ونقليها. خلينا نحط انا وياكم بابريكا مثل ما عم بتشوفوا، عم ضيف البابريكا ورح نضيف ايضا الطحين. طيب لكن حطيت بابريكا وحطيت طحين، رح قلي اللحمه وخبركم مشاهدينا بعد شوي بالتفصيل عن كامل وصفاتنا لليوم. ايه خلصت؟ شايف ما شفتك كثير اليوم. ليه؟ ما شفتني؟ بلا عم حضر. كيف تحضيراتك؟ ماشي الحال؟ ايه منيحة منيحة. لا بعد لهلا ما شمينا روايح، ما بعرف إذا هيك قلت لك لها مفاجأة. لآخر فقرتين. طيب. رح ناخذ بريك.